زياره مقبوله. حسين كريم من الاهواز. شرف. انا اهوازي. شرف تحياتي. حياكم الله. لا تروحون لا تروحون محمد خلينا نسلم الاهواز. تحياتنا طبعا ايضا للاهواز طبعا الف تحيه للناس اللي يجون ايضا من كل العالم من كل بقاع العالم للائمه سلام الله عليهم. اليوم الاخ من الاهواز. انا حسين كريم اخوكم من الاهواز والشكر. العراقيين على هذا حسن الضيافه والحمد لله والشكر ابدعتوا والله ابدعتوا واشكركم وعزيكم استشهاد ابو من انا ابو رافد ابو رافد وحدك جاي له لا انا وعيالي انت وعيالك يا هلا وميت الله يخليك مشكورين نتشرف على راسك الله يشرف بك اليوم شفت الطقوس اليوم الامام السجاد الحمد لله والسلام وجيت للكاظم سلام عليه تواسي الامام الكاظم جينا واسينا امام الكاظم ورحنا سامراء رحنا زرنا الاغاذي وندعينا المسلمين كافة والحمد لله واخوتنا الاهوازيين واسلم على اخوتي الاهوازيين متشرف ايش اسمه ابو من؟ ابو رافد ابو رافد الامام الرضا عليه السلام اللي ويا سيدته مولاة المعصومه سلام الله عليه الاجواء عندكم هناك ايضا نفس الاجواء نعم نفس الاجواء والحمد لله والشكر نفس الاجواء بس خدمه العراقيين ما تصح بالعالم كله يعني خدمه العراقيين من كل نظر يعني من نظر الخدمات الحمد لله يساعدون الزوار والحمد لله يا اهلا وسهلا بك ابو رافد شرفتنا اليوم انت هنا انت والعائله بالكرم ان شاء الله بالكرم بتكمل تروح للكربلاء انا هالرايح الكربلاء طالع عيوبي بالسلامه الاجواء مال الاربعينيه مال الامام الحسين عليه افضل الحمد السلام. لله وشكر يعني الحمد لله تروح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا قناه الايام الفضائيه العراقيه برنامج ويا احبابنا نتشرف بيك وزاره البركه ونخليك على راسنا موفق حبيبي موفق مع السلامه زياره مقبوله ان شاء الله.